القهوة من وقت حاب قهوة من تاريخ العاب هيا من رح هيا نلعب هيا نشاهد كل جديد. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ احنا جايبين ايه النهاردة؟ الله ايه ده؟ شفت البقرة الجميلة دي؟ شايفة خطوط كده بس؟ ايه؟ خطوط كده دائما دي الوان لون اسود في البقرة كده. ايه ده؟ ده في كتير، ده في كذا واحدة. استني كده، واحد اتنين تلاتة، تلات بقرات، واحدة كبيرة خالص وواحدة صغيرة شوية، واحدة صغيرة خالص. بنتهم بقى دي ولا ايه؟ مش عارف. وفي حاجات ورا. ايه ده؟ الحقي ده، ايه ده؟ بيوت. بس في حاجة كده غريبة. دي ايه؟ انت عارفة دي ايه؟ دي طاحونة بتلف، دي بتلف كده. جميلة خالص. بصوا يا اصحابي، دي الطاحونة دي عمو الفلاح بيعمل فيها الدقيق، بياخد القمح من الارض ويطحنه هنا يبقى دقيق، عشان الدقيق بعد كده يعمل بيه ايه؟ يعمل بيه العيش. الله، شفتوا دي بتلف كده، الهواء بيخليها تلف وتشغل الطاحونة من جوه. ده جميلة خالص. ما هي تلف تلاقي هواء. وبعدين عندنا في حيوانات كتيرة في المزرعة دي. ده يعني دي مزرعة. على فكرة عايزة اقول لك حاجة، شفت إيه؟ الخروف ده بيتعين. ايه ده؟ عايز ياكل. ايه الخروف الجميل ده؟ بياكل. احنا النهاردة يا اصحابي جايبين لكم حيوانات جديدة، حيوانات بتاعة المزرعة. ها؟ بياكل. بياكل من الزرعة الجميلة دي. ايه ده؟ ايه اللي ورا ده؟ ده في حصان كبير وحصان صغير شوية. شايفين يا اصحابي الحصانين دول؟ بتوع عمه صاحب المزرعة. وورا في بيوت الحيوانات، بيحط فيها الحيوانات بالليل لما يجوا يناموا، كل حيوانات بتدخل البيت بتاعها عشان تنام. الله، دي جميلة خالص، حلوة قوي اللعبة دي. الله، طب تيجي كده نقول الحيوانات اللي عندنا ايه؟ استني كده. وفي طريق هنا. الطريق ده تقريبا عمه بيمشي عليه بالعربية بتاعته، صح؟ طب بص، احنا عندنا ايه في المزرعة؟ دي اسمها بقرة، ماشي؟ ودي كمان بقرة. البقرة بتبقى لونها ايه؟ بيبقى لونها ابيض او اسود. لو هي لونها ابيض كده بيبقى فيها بقع كده، مش كل الانواع يعني، بس في بعض الانواع بيبقى فيها بقع كده. شفتي دي؟ ها؟ طب انت عارفة البقرة دي بناخد منها ايه؟ طب بس قوليلي الاول، قوليلي الاول، البقرة دي بناخد منها ايه؟ لبن. بناخد منها لبن، وبناخد منها اللحمة كمان. لما بتتاكل بناكلها، بناخد منها اللحمة، يعني بناخد منها لبن وبناخد منها اللحمة. وبتاكل ايه البقرة؟ هحطها كويس. طب البقرة بتاكل ايه؟ بتاكل برسيم. برسيم. البقرة بتاكل برسيم. وكمان طيب الخروف ده بناخد منه ايه؟ اوعي كده انت عارفة. في حاجة نسيت اقولها على البقرة، البقرة بناخد الجلد بتاعها كمان، بنعمل منه الجزم ونعمل منه جواكت الجلد والحاجات الجلد دي، ماشي؟ طيب الخروف اللي معاكي ده راح فين ده؟ تعالى يا خروف، بيقول ايه؟ ماء. الخروف بيقول ماء. البقرة بتقول كده. الخروف بيقول ماء. عارف الخروف ده بناخد منه ايه؟ ايه؟ بناخد منه لبن برضه، ماشي؟ وكمان بناخد منه لحمة، بناكل لحمة بتاعته، وكمان بناخد منه الصوف ده اللي هو على جسمه ده، اسمه صوف. الصوف ده بيدفينا في الشتاء، بنعمل منه هدوم تقيلة عشان تدفينا في الشتاء. وبياكل برسيم برضه. الله، والحصان اللي ورا ده بقى، احنا ما بناكلش الحصان، بس الحصان بيساعدنا، ممكن نركبه يروح بينا مشوار ولا كده، وممكن يساعدنا في الارض، بيحرس الارض معانا مع الفلاح يعني، وبياكل برسيم كمان. استني، ده في حاجة هناك كده. ايه ده؟ استني استني استني، عارفة ده ايه؟ ايه؟ ده جمل. بصوا يا اصحابي الجمل الجميل ده، في حاجة، هو جمل تاني كمان. طب استني اقول لهم الجمل الاول وبعد كده ايه تقولي اللي انت عايزاه. الجمل ده كمان يا اصحابي بناخد اللبن بتاعه، وكمان بناكل اللحمة بتاعته، وبياكل برضه برسيم، وبيشرب مية عادي يعني. عايزة تقولي على ايه؟ ها؟ عايزه تقولي لهم ايه؟ نسيتي ولا ايه؟ ها؟ شفتوه ده؟ ايه ده؟ وريني كده، حطيه كده على الارض كده لما نشوف ده ايه؟ ده نونو خالص. ده حصان لعبه ده ولا ايه؟ زي ما يكون حصان كده بس لعبه. شفتوا يا اصحابي عامل ازاي؟ ماشي. عايزه اقول لكم حاجه. ايه كمان؟ استنى. ده؟ لا مش ده. طب استني بس، دي بقرة لعبة برضو صغيرة خالص.
وكمان عندنا خروف نونو. حلو قوي. استنى اقول لك حاجه. ها نعمل ده هنا. ماشي. ده هنا احسن عشان يشوفوا قريب. استنى. طب يلا. ما حدش بقى كنت عامله له كده. طب يلا بسرعه. طب انت عارفه الشجره اللي ورا دي اسمها ايه؟ ايه دي؟ ودي دي اسمها نخله. النخله دي بناخد منها البلح. اللي هي دي، دي بناخد منها البلح، ودي بناخد منها البلح. انما بقيه الشجر انا مش عارفه، مش عارف بيعمل ايه يعني. بس في زرع يعني الشجر بيشرب ايه؟ ميه. بنحط له ميه عشان يكبر. الله، بس انا عاجبني البيوت الجميله قوي بتاعه الحيوانات دي. الله، حلو قوي. طب انت فاكره عايزه اقول لكم حاجه. ايه؟ في الشجر. في الشجر مال؟ نحط له بنعمل كده بنرش له ميه عشان ممكن يبقى عطشان. بنرش له ميه عشان يبقى عطشان عشان يشرب، صح طبعا. انت شطوره خالص، انا مبسوط منك واصحابنا كمان مبسوطين منك. بس عارفه اصحابك كمان عارفين ان الشجر بيشرب ميه والزرع كله مش الشجر بس. يعني عارفه الشجر الزرعه النونو اللي الخروف بياكل منها دي، ده ايه؟ دي بتشرب ميه برضو. الشجر كله بيشرب ميه. بس انا عاجبني قوي قوي المزرعه دي. انت فاكره المزرعه اللي احنا كنا جبناها قبل كده بتاعت عمو الفلاح لما كان عنده فراخ والفراخ دي بتبيض؟ اللعبه دي حلوه قوي. اصحابنا ممكن يجيبوا الفيديو بتاعها ويشوفوها، يعجبهم قوي 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 قوي. طيب دلوقتي يا اصحابي، في حاجه حصلت في المزرعه الجميله دي. في حيوان غريب على المزرعه جه. عارفين مين الحيوان ده؟ النمر. النمر هرب من حديقة الحيوانات وجا المزرعة عشان ياكل الحيوانات اللي فيها. عارفة جه بقى وقال لهم ايه؟ يا حيوانات انا هاكلكم كلكم. الحيوانات خافت وترعبت، فقاموا ايه؟ جريوا منه. الحيوانات كلها جرت. استني كده، البقرة جرت بسرعة، استخبت بعيد هنا. وهو بقى كده الحيوانات دي كلها جريت منه، والبقر استخبى بعيد. هو بقى وقف هنا وعمال يخوفهم. الحيوانات كلها جريت من حواليه عايزين يجروا بعيد عشان ما ياكلهمش. وبعدين بقى يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ قالوا احنا لو فضلنا ساكتين النمر الكبير ده هياكلنا. عمال يطلع صوت مخيف ويخوفهم خالص، وطبعا هو جاي جعان وعاوز ياكلهم. على فكرة عايزة أقول لك حاجة. إيه؟ الخروف ده ممكن يبقى ممكن يعضوا. طب ماشي، هنشوف دلوقتي هيعملوا إيه. الحيوانات اتلمت مع بعض كده، والحصان كمان خرج من هنا ماشي وراح لهم هنا. قعدوا بقى وقفوا هنا كلهم. هاتي الحصان الكبير وهاتي الخروف كمان. كلهم راحوا بقى وقفوا هنا وقعدوا يتكلموا هنعمل إيه هنعمل إيه. فالحصان الكبير ده اعقل واحد فيهم، قال لهم ايه؟ قال لهم احنا لو سبناه هياكلنا واحد واحد. قال له طب تقترح علينا نعمل ايه يا حصان؟ قال لهم احنا هنتلم عليه كلنا مع بعض ونضربه، انما لو واحد لوحده وقف قصاده هياكله، النمر هيغلبه وهياكله. فلازم كلنا نعمل ايه؟ نتلم مع بعضنا ونهجم عليه مره واحده عشان ما يقدرش علينا كلنا. قالوا له ماشي يا حصان انت كلامك صح. قاموا اتلموا بقى كده ووقفوا بقى. طبعا ايه هم واقفين يتكلموا كده لسه يعني. فالنمر راح عندهم قال لهم انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا يلا انا جعان، انا عاوز اكل حد فيكم، هبدا بمين؟ فقام الحصان قام قايل له ايه؟ انت مش هتاكل حد فينا خالص، مفيش حد هتقدر تاكله مننا. قال لهم ازاي؟ انا اقوى منكم، انا هاكلكم كلكم. قاموا بقى الحيوانات قامت ملمومة عليه. قام الحصان قام رفصه برجله كده. بص الحصان قام جاي كده ولف قام رفصه برجله. وقام الخروف قام جاي جري 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 وقام نطحه بدماغه كده. والجمل قام عضه في رجله. شوفي قاموا موقعينه. النمر بقى قام قايم قال لهم بقى كده انتوا اتلميتوا عليا، طيب انا بقى المرة دي هموتكم، هاكلكم كلكم. قام جري عشان ياكل الحصان. قامت البقرة الكبيرة دي قامت جاية بسرعة 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 وقام طخ قامت ناطحة براسها. قام وقع قام واقف تاني. قال لهم ماشي
جه بقى يقوم بقى عشان ياكل البقره، قام الجمل قام جاي وقام عضه في رجله، وقام شايله كده قام وقعه، قام قايم تاني قال لهم بقى وبعدين بقى كل ما اجي اكل حاجه حد فيكم حد تاني هيضربني؟ لا. قاموا كلهم ملمومين حواليه كده من كل ناحيه، وقفوا حواليه كده والخروف، وقاموا ايه عدوا بقى مع بعض، واحد اتنين تلاته، قاموا داخلين عليه مره واحده وقاموا ماسكينه بقى قعدوا يضربوا فيه ويرفسوا فيه برجلهم، وقام واقع. استني بقى بصي، قعدوا يعملوا كده يعملوا كده يعملوا كده ويضربوه، كلهم بيضربوه بس، وقاموا شايلينه هيله بيله كده اهو، وقاموا ايه راميينه بره المزرعه، رموه بعيد وقالوا له ما عدتش تيجي هنا يا نمر، لو جيت المره الجايه احنا اللي هناكلك. النمر خاف منهم وطلع يجري وما عادش جه عند المزرعه دي تاني، خاف بقى منهم وكده. طب عارفه هم طلعوا شاطرين في ايه؟ ايه؟ عشان هم اصحاب ما تشكلوش مع بعض وما خافوش من، اولا اول حاجه ما خافوش من النمر، وبقوا اصحاب مع بعض وبيساعدوا بعض، كلهم مع بعض اتلموا على النمر ضربوه، انما كان لو كان واحد لوحده ما كانش ايه؟ ما كانوش هيقدروا عليه، كلهم اتلموا عليه وضربوه. لو كان واحد لوحده كان النمر ضربه. شفتي مع ان النمر كبير اضخم منهم وقوي ازاي، واكبر منهم وصوته وحش بيخوف. ده يضربه هو بقى الخروف ده. اي وبعدين بقى هم بقى شاطرين بقى مع بعض زي ما قلت لك، وايه وبيساعدوا بعض، وتوتا توتا خلصت الحدوته بتاعت المزرعه الجميله. حلوه المزرعه دي يا اصحابي؟ هتحطي الحصان مكانه؟ ماشي، خدي ده كمان بقى هيرجع البيت بتاعه هو كمان. حصان شاطر، استنوا كده يا اصحابي لما نجيب الحصان وهو واقف بعيد كده. الله ده شاطر خالص ازاي؟ حصان وحصان الاتنين شاطرين. الله حلوه قوي المزرعه الجميله دي، انا نفسي اعيش في مزرعه زي دي، فيها زرع وفيها حيوانات وفيها حاجات جميله كده. وانت كمان؟ ما اروح عندهم بقى العب مع الخروف ده. هتلعبي مع الخروف؟ هو هيبقى صاحبك وتلعبي معاه؟ خروف ده شاطر. الله جميله قوي الحيوانات دي. ازاي كده؟ طب حطيه هنا كده الخروف ده. الله، طب تفتكري اصحابك هيعجبهم الحدوته بتاع النهارده واللعبه الجميله بتاعت المزرعه دي؟ فيها ها؟ هيعجبهم ولا مش هيعجبهم؟ يعجبهم طبعا. طيب طب دلوقتي هنقول لهم ايه بقى اصحابنا دول؟ ها قول. اشتركوا معانا القناة وانسوش القناة بتاعي يا اكتر حاجة عجبكم النهارده. حال الحصان اللي وقع ده، اشتركوا معانا في القناة يا اصحابي، وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات لعبة المزرعة الجميلة دي عجبتكم ولا لا؟ وكمان الحيوانات اللي فيها دي عجبتكم ولا لا؟ طبعا احنا قلنا الحيوانات دي اسمها ايه؟ الحيوانات الأليفة، اللي هي بتعيش في المزرعة وبتساعدنا ان هي تدينا لبن وكده وحاجات من دي واكل وكده، وايه وبتعيش معانا، بتعيش مع الفلاح يعني في المزرعه. انما الحيوانات التانيه اللي هي زي النمر ده والاسد والحاجات دي اسمها الحيوانات المفترسه، اللي هي بتاكل لو شافت حد تاكله ما بنعرفش نربيها في المزرعه. ماشي، يبقى اللي احنا بنربيها في المزرعه اسمها ايه؟ حيوانات اليفه. واللي بتعيش في الغابه اللي احنا ما بنعرفش نربيها اسمها حيوانات مفترسه. ماشي، وما تنسوش يا اصحابي تشوفوا فيديوهاتنا الجميله اللي فاتت، وتبعتوا الفيديو الجميل ده لكل اصحابكم. ودلوقتي هنقول ايه لاصحابنا؟ باي باي يا اصحابي، باي باي. ماشي، واحده اسفل. بصوا يا اصحابي هنعمل الدايره بتاعت الورده الاول، شايفين شكلها جميل ازاي؟ دي تحفه، حلوه قوي على فكره. انا عاجبني المكعبات دي جدا، المكعبات الجميله دي. شوفي بقى هنعمل دي كمان كده. لا مش عايزها دلوقتي. بصوا يا اصحابي عملنا دايره اهيت، بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هاتي لي الازرق كله كده. بصوا هنعمل دي كده وكده وكده، هنعمل عصايه كده. ماشي، عصايه كده، عصايه هنعملها عصايه اهي. ماشي يا اصحابي، وبعد كده هنركبها هنا في الاصفر دي. شفتوا بقى معانا عصايه وفيها دايره كده، الله شكلها جميل. طب بصي بقى هنيجي بعد كده هنجيب الاخضر ده، هنعمل ثلاثه كده مع بعض، ونعمل كمان ثلاثه كده كمان كده. هنيجي بقى من هنا هنركب. طب استني كده هقول لك على حاجه، هنركب دي هنا
الورق بتاع الورده.